إذن هنا قلنا كل زمن إلى قانون محدد بالنسبة للتي آر، هذا قانونه، والتي بي هذا قانونه، والتي إس هذا قانونه، وقلنا التي إس إلى قانونين حسب الحالة اللي حددها، إذا 2% أو 5%، وإذا ما حددت قلت لكم كيفكم أي وحدة استخدموها. أما الماكسيمم بيك أوفر شوت قانوني الإن بي هو إي إس ناقص باي في زيتا على واحد ناقص زيتا تربيع. نزع ناخذ مثال بسيط. طبعا هو هنا شنو؟ اما يعطي الاوميجا ان والزيتا ونجد منها الزمن، او بالعكس ينطي الزمن ونجد من عندها الاوميجا والزيتا، الاوميجا ان والزيتا. هنا حنطبق احنا مثاليا على الحالتين. هنا بما انه هو منطيني قلنا هو الزيتا، قلنا ايش نقصد بها؟ الدامبنج راشيو، والاوميجا ان اقصد بها الان دامبنج فريكونسي. بما هو هنا منطيني الزيتا ومنطيني الاوميجا ان، قايل لي جد الرايز تايم تي ار والتي بي والام بي السيتلينج تايم وين ذا سيستم سبجكتد تو ستيب انبوت، يعني هنا الادخال مالتي جيد ستيب انبوت. هنا اجي اباوع على الرسم، قلنا من ينطيني الزيتا والاوميجا ان ويريد الزمن، رسم تطبيق مباشر اطبق القانون. اول ما يريد تي ار اجي اطبق 8/10 + 2.5 زيتا على اوميجا ان، انا ايش قد عندي هنا الزيتا بالسؤال 6/10 والاوميجا ان عندي 5، فاضرب 2.5 × 6/10 + 8/10 على 5 يطلع لي 46%. وراها عندي من وين؟ عندي التي بي التايم بيك اللي هو باي على اوميجا ان تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع. عندي الاوميجا ان شقد 5 والزيتا هي 6/10 × 36 اقسم الناتج يطلع لي 0.785، ووراها اطلع الماكسيمم اوفر شوت اي اس ناقص باي في الزيتا اللي هي 6/10 × 1 ناقص زيتا تربيع 6/10 تربيع يطلع لنا 95%. هنا طبعا قلنا ورا ما نجد قيمة كل زمن نيجي رأسا نعوضها بالرسم، اجي اعوض الماكسيمم اوفر شوت واجي اعوض التي، بعد احنا لما طلعنا التي ار اللي هو 46 والتي بي، التي ار طلعته والتي بي هنا طلعته. هاي المفروض انتم تعرفون بالرسم كل زمن وين موقعه بالرسم. هاي بالنسبة اذا منطيني زيتا واوميجا ان، اذا منطيني زيتا واوميجا ان ويريد الزمن. هسه راح ناخذ مثال بالعكس، هو منطيني احد الازمنه ويريد من عندي اطلع يعني مجهول ثاني. طبعا اما ححدد زيتا او اوميجا ان او حسب هذا السؤال راح نجي نشوفه، نشوف شنو طالب من عندنا. هنا راح تشوفوه منا بالعكس، ما يريد هنا، يريد هو منطيني احد الازمنه، منطيني احد الازمنه اللي هي من الماكسيمم اوفر شوت ومنطيني البيك تايم. هسه هنا راح نشوف هذا المثال نطبقه ونشوف المجهول اللي الطالبه من عندنا شنو هو.